أنهى ممثلون عن الدول الست الكبرى المعروفة بمجموعة الخمسة زائد واحد اجتماعا لهم في نيويورك من دون الاتفاق بشأن اتخاذ عقوبات ضد إيران على خلفية برنامجها النووي. وقد ظل التباين في المواقف من العقوبات المقترحة قائما على الرغم من تأكيد بعض المشاركين في هذه المشاورات بأنها كانت مفيدة وإيجابية. مناقشات جديدة في مقر بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة، موضوعها النظر في فرض عقوبات جديدة ضد إيران على خلفية اتهامها بالسعي إلى امتلاك سلاح نووي تحت ستار برنامج مدني. ممثل الدول الست الكبرى وهي الولايات المتحدة، الصين، فرنسا، بريطانيا وروسيا بالإضافة إلى ألمانيا بحثوا مطولا في إمكانية توقيع مثل هذه العقوبات. لم ينتهي اجتماع ممثلي هذه الدول إلى قرار محدد بهذا الشأن على الرغم مما قيل عن أهمية المناقشات التي دارت خلاله. الاجتماع كان ممتازا غير أننا لم نصل إلى قرار حاسم بهذا الشأن، وكما قلت فإن روسيا ملتزمة على الدوام باتباع نهجين مزدوجين في التعامل مع هذا الموضوع. تحدثنا اليوم حول خيار العقوبات، لكن هذا لا يعني أننا نتخلى عن خيارنا الأول، وهو أن المساعي السياسية ينبغي أن تستمر. ووفقا لمصادر مقربة من هذا الاجتماع، فإن ثمة توافقا بدا بين الأمريكيين والأوروبيين بشأن الدعوة إلى تبني عقوبات جديدة ضد طهران، غير أن الصين التي أرسلت مندوبا من الصف الثاني إلى هذا الاجتماع لا تزال متمسكة بتحفظها على مسألة فرض هذه العقوبات، الأمر الذي تجاريها فيه روسيا إلى حد ما. نعتقد أنه ما يزال هناك متسع من الوقت لإعطاء المساعي السياسية فرصة للتوصل إلى حل. روسيا ظلت في الواقع مؤيدة للحل الدبلوماسي، لكنها هنا تتعامل مع هذا الموضوع ضمن المجموعة الدولية. وكانت طهران تحدث على لسان أكثر من مسؤول إيراني أي عقوبات جديدة تفرض عليها، مؤكدة أن من شأن ذلك أن يضيف تعقيدات إلى أزمتها مع الغرب لأن يمهد للتوصل إلى حل بشأن برنامجها النووي. أنور العنسي، بي بي سي.